الإنسان ألف مرحبا، وكل مرحبا مثنية في سنين. لمت الحبيب في الأنديل شحال حلالي، العشق في الدار عشق رباني، العشق في الدالية حتى دلات الغصان، والعشق في تلمسان ما ينحيه لا باي ولا سلطان. تلمسان يا العليا يا محلى في السكنة، مشاهدين الافاضل على بالي باللي معظمكم هو حاب يعرف المنظر الجميل اللي راه مورايا وين راني متواجده الان. حبيت نقول لكم باللي راه مقابلني المقر الرسمي للديوان الوطني للسياحه، وين نضم لنا خرجه استكشافيه بمناسبه اليوم العالمي للسياحه الى ولايه تلمسان مع وفد اعلامي هام من مصورين صناع محتوى واعلاميين. حبيتكم تكونوا معنا في هذه الجوله باش تكتشفوا اهم المعالم السياحيه المتواجده في ولايه تلمسان، تابعونا. الفريق متواجد في مقر الديوان منذ الساعة 6:30 صباحا، الحافلة جاهزة تنتظر لحظة الانطلاق. المدير العام للديوان الوطني للسياحة الأستاذ نبيل ملوك اللي راح يحكي لنا على المبادرة اللي جاتهم باش ينظموا الرحلة الاستكشافية إلى ولاية تلمسان. مرحبا أستاذ. شكرا. كيفاش الحال؟ كيفاش راكم مع الأجواء اللي نظمتوها باش ديروا الإعلان الترويجي لولايات الوطن من أجل ترويج للسياحة الجزائرية؟ شكرا. إذا احنا راح ننظموا إن شاء الله رحلة استكشافية يعني ترويجية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وهذا يندرج يعني في إطار التحضير لمرحلة ما بعد الكوفيد، يعني بعد الأزمة الصحية اللي عرفتها الجزائر وكل العالم، يعني الأزمة الصحية العالمية تاع انتشار فيروس كورونا. إذا احنا نحضروا لاستئناف النشاط السياحي يعني حتى يسترجع القطاع السياحة عافيته يعني إن شاء الله، وتعود الأمور إلى مجاريها. إذا نحن انتهزنا هذه الفرصة، يعني فرصة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 من شهر سبتمبر من كل سنة، والذي اعتمدت له المنظمة العالمية للسياحة هذا العام شعار السياحة والتنمية الريفية. إذا هذا الموضوع يركز على السياحة في الريف، يعني وإحنا اخترنا هذا العام تنظيم هذه الرحلة إلى ولاية سطيف وإلى ولاية تلمسان. أستاذ، لماذا بالضبط ولاية سطيف ولاية تلمسان، ولماذا ليست ولاية الأخرى من ربع الوطن؟ اخترنا هاتين الولايتين لأنهما يعني تحتضنان مشروعين هامين في مجال السياحة الريفية. يعني تلمسان لأنها تتوفر على مشروع في إطار تنمية السياحة الريفية يسمى الطريق السياحي طريق الزيتون، ويمتد من المنصورة في وسط المدينة إلى غاية بني سنوس وسبدو. وولاية سطيف لأنها تحتضن أيضا مشروعا نموذجيا في مجال السياحة الريفية، بالضبط بمنطقة بن عزيز بولاية سطيف. يعني هناك مشروع نموذجي، مزرعة نموذجية ودار للضيافة ريفية يعني موجهة لإيواء السياح، وكذلك مزرعة لتربية الحيوانات ومعصرة للزيتون. إذا وأضفنا لها يعني زيارة الموقع الأثري لمدينة جميلة بحكم أنه مجاور لهذه المنطقة، إذا حتى يكون يعني البرنامج أكثر ثراء وتنوعا. وطني السياحة، رحبوا بكم، أتمنى لكم إن شاء الله رحلة موفقة. هذه الرحلة يعني رحلة استكشافية نظمناها لفائدة وسائل الإعلام والناس اللي ينشطوا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني صناع الرأي اللي زاف لي أحصير وكل شيء، حتى نحتفل باليوم العالمي للسياحة اللي يصادف 27 سبتمبر من كل سنة. المنظمة العالمية للسياحة اختارت هذا العام شعار السياحة والتنمية الريفية،
واخترنا هذه المناسبة حتى يعني نحضروا لمرحلة ما بعد كوفيد، يعني بعد انتشار الوباء العالمي، الأزمة الصحية العالمية. نحاولوا يعني أننا نقوم بعملية ترويجية لكي يسترجع قطاع السياحة عافيته مثل كل القطاعات الأخرى. نتمنى لكم رحلة موفقة وناجحة إن شاء الله، ونتمنى أنكم تساعدونا يعني في مجال الترويج بإنجاز يعني أعمال تكون جديرة بالاهتمام. وهذه الجزائر يعني تهمنا يعني ككل، نحاول أننا نرتقي بوجهتها السياحية. شكرا ورحلة ممتعة. جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا، سيدي بو مدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا، سيدي بو مدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا، سيدي بو مدين جيتك قاصد. وهكذا بدأت مغامرتنا الاستثنائية من أجل اكتشاف لؤلؤة الغرب الجزائري. فبعدما قطعنا مسافة طويلة ومتعبة وتوقفنا في عدة محطات، ها قد وصلنا إلى عاصمة الجمال تلمسان، متجهين إلى فندق الزيانيين على الساعة 3 زوالا، أين أخذنا مفاتيح الغرف، تناولنا وجبة الغذاء، وهيأنا أنفسنا لتبدأ الرحلة. مشيت الوريط الوريط، مشيت انا نضر فيه. لو رأيت، هذه الكلمة التي أصبحت اسما مشهورا باللهجة العامية في ولاية تلمسان، سميت بها أشهر وجهة سياحية، أصبحت مقصدا للسياح من كل البقاع. نتحدث هنا عن شلالات الوريط. كانت وجهتنا الأولى زيارة أطول شلال في الجزائر على بعد مسافة 7 كيلومترات من مدينة تلمسان. يقع هذا الشلال ويوجد في هذه المنطقة جسر السكة الحديدية المسمى بجسر إيفيل، شيده المهندس المعروف غوستاف إيفيل الذي صمم برج إيفيل بباريس. وما زال الجسر يشكل ممرا رئيسيا للقطارات القادمة من العاصمة إلى الغرب الجزائري. شحر وضايب على الشمر، واللي يشربه يولي عندها الزهر في الوريط، شلالات الوريط. اتايم شحر وضايب على الشمر، واللي يشربه يولي عندها الزهر ويقطع على البحر باذن الله. في تلمسان مرحبا بكم عندنا في ولاية تلمسان. الشبات يعرفوا الصوار
صوب نفيل لولا يا قمار تان يا بلال شعلت في قليب النار والرابع يا الحباب يا ابن بعد ما قمنا بجولة سياحية في شلالات الوريت انتقلنا مع الوفد الإعلامي إلى مركز السيد بولاية المسان باش نتعرفوا عليها عن كثب. تابعونا. لالا ستي أول امرأة متصوفة استأنست الجبال. عند نزولها بتلمسان أقامت في هضبة تطل على عاصمة الزيانيين إلى أن توفيت هناك ودفنت في الهضبة التي حملت اسمها وأصبحت حارستها وحارسة المدينة. بعدها تحول المكان إلى أشهر منطقة استقطاب سياحي حيث أقيمت على أرض الهضبة أفخم الفنادق العالمية وأجمل الحدائق. لمسان جينا اليوم ما هذه البلاصة الأولى اللي جينا لها لنا في لالا ستي والله ما شاء الله سمحوا سنها بيان بيان ما شاء الله طلعنا لهنا تشوفي كامل لمسان من فوق الحمد لله سما اندروا تاع دي فامي حوسنا صافا لاباس. التاريخ هنا يهمس بلغة الحنين. وعليكم السلام ورحمة الله خويا أنا نميت بسعادة فرحان دروك وين رانا؟ هباك وين رانا؟ ايه رانا في تلمسان رانا في تلمسان شرانا نديرو هنا؟ رانا نحتفلو باليوم العالمي للسياحة شكون كاميرا فيها هادي ولا هادي؟
هذه كامل انا احتملوا فيهم على ميسي عباك واش صرا سكو ما كانوا قاعدين هكا في الوانتي قالك واش نديروا واش نديروا طب تفكروا قالك نديروا اليوم العالم السياحة تحت شعار السياحة والتنمية الريفية. في هذه الحديقة قد تفرق الفريق، فهناك من أراد حضور حفل عيد ميلاد قد وجدناه صدفة، وهناك من فضل اللعب في حديقة الألعاب. واش رايك الشاف؟ لالا ستي هذه واش رايك فيها؟ الله يبارك، الله يبارك فيها مناظر طبيعية خلابة ومناظر. تحكي لنا اليوم وين رحتوا كاع؟ ورحنا كامل. قلعنا من 8 الصباح. ما نكذبش عليك أنا من قوة الأيام ما شفيت وين رحنا يا أخو، والله ما شفيت وين رحنا. فكرت بلي احنا تيليسكوب شفتها، شفت زعما وش تيليسكوب زعما الزوم من هنايا ب 5000 يا نورمال. ما رحنا لوريت؟ اه رحنا لوريت ثاني. طلعنا الاسمو تاع الصيد، تاع الصيد هذيك شفنا لها شويه حيوانات شويه كذا من هنا. دوك رانا في لالاستيل. دوك ورانا لالاستيل. المسانية العالية يا محلى في السكنة. بعد ما كانت الانطلاقة من المقر الرسمي للديوان الوطني للسياحة في الجزائر العاصمة على الساعة 8:30 صباحا، كانت وجهتنا إلى عاصمة الزيانيين ولاية تلمسان. بعد رحلة طويلة ومتعبة بعض الشيء لحقنا إلى فندق الزيانيين وين تغدينا وبدأت الرحلة ديالنا، متجهين مباشرة إلى شلالة الوريت وبعدها إلى المركز الصيد في غابة أحفير. ولا ننسى الغروب الأسطوري اللي شفناه في هضبة لالستي، وين اختتمنا الجولة تاعنا نهار اليوم. وأكيد راح يتجدد البرنامج السياحي غدا إن شاء الله في أهم المعالم السياحية اللي راح نشوفوها في ولاية تلمسان. وهكذا انتهت جولتنا لليوم الأول، والتعب قد أنهكنا، ونحن متجهين إلى الفندق لتناول وجبة العشاء. ها قد تفرقنا مرة أخرى، لكن هذه المرة كل واحد إلى غرفته لينال قسطا من الراحة في انتظار يوم جديد. نعم، كانت رحلة طويلة من الجزائر العاصمة نحو ولاية تلمسان، أكثر من 700 كيلومتر، إضافة إلى فور الوصول تناول وجبة العشاء الغداء ثم الذهاب مباشرة إلى العمل. كانت متعبة بصح؟ كانت متعبة، ولكن حقيقة كانت شيقة وتستحق هذه المعاناة. جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا، سيدي بو مدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا. نعم، الحاجة الأولى تلمسان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من أروع ولايات في الجزائر. عجبني شغل السياحة تاعها، عجبتني بزاف. تهلاو فينا في ليزوتال هنايا، صافي ان كرون بليزير. بون لحقت باينة بلي لحقت عيان بزاف، لحقت عيان مع كاكو شغل. خرجنا ماتريال وخرجنا نخدمو، رحنا درنا شوية للي اسمو رحنا للشلال لوريت كل بلاصة رحنا ليها نص ساعة فهمتني. تما رحنا دينا شوية تصاور من هنايا، درنا لي سونداج تما الحمد لله يا ربي، وصافي ان كرون بليزير وبزاف شابه ثاني. وسبق لك باش جيت لتلمسان؟ بون سي لا بروميير فوا نجي لتلمسان، اي سكي ما امبرسيوني هنا في تلمسان سي كو مازالهم محافظين على هذاك الطابع المعماري. دايوغ في لوتيل كي تدخل لوتيل تحس هذاك كما يقول لك اللمسه تاع تلمسان، تحس مازالهم محافظين حتى برا يعني في البنيان تاعهم. كي مازال ما شفناش حتى دوك، مازال ما شفناش المشور، مازال ما شفناش قلعه المنصوره، مي كنا في لالاستي سيتي فريمون او توب بارابور لا ناتور تانيك. كانت طريق طويله.
اينا كانت طريق طويله مي سافا مع لو بوس اللي عجبتني في لو بوس كانت لا فيتاس تاعو ليميتي دونك ما كانش يجري عجبني الحال. سبعه اليوم عندنا بروغرام شارجي راح نروحوا بني سنوس راح نشوفوا الدشره راح نشوفوا طريق مشروع سياحي تاع طريق الزيتون نشوفوا الغابه اجيلي في المنام نبره أتى الصباح وافترشت الشمس قلب السماء خيوطها الذهبية تبعث الأمل فينا. هيأنا أنفسنا وأخذنا حقائبنا في حدود الساعة 9 صباحا ونحن بصدد توديع فندق الزيانيين لاستكمال رحلتنا في ولاية تلمسان. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام. بعد الجولة اللي قمنا بها البارح البرنامج المسطل لنهار اليوم هي زيارة منارة منصورة التي يعود بنائها إلى عهد الماريميون. لتفاصيل أكثر على هذه المنارة معكم غير تقعدوا معنا. رحلة تأخذكم إلى زمن الأندلس تجول بكم بين أسوار التاريخ فعبق الماضي يفوح من بعيد ينتظر عابر سبيل ليتغنى له عن أمس مضى ترك خلفه كل جميل. لقبت بالمتحف المفتوح على الطبيعة عاصمة التقاء الحضارات بومارية أكادير أو مدينة الجدار تعددت مسمياتها واختلفت ألقابها ولكن تبقى قرطبة إفريقيا سيدة التاريخ. تلمسان التي تعني باللغة البربرية القديمة المنبع الجاف هي عاصمة المساجد العتيقة حيث يتواجد بها أكثر من 10 مساجد. أخذ الإعلاميون يصلون ويجولون من تحت البوابة يحاولون أخذ صور تذكارية وشراء هدايا من التحف التقليدية. في رمشة عين تركنا المنصورة ذهبنا مسرعين لزيارة مكان آخر أقدم معصرة زيتون في مدينة صبرا التي يعود تاريخها إلى العهد الاستعماري. تقوم بإنتاج أجود أنواع زيتون في الولاية. والثالث قالهم زيدوا صبحات الخيمة منارة سيدي بوم ديال جيتك قاصد أجيني في المنام نبرة سيدي بوم ديال جيتك قاصد أجيني في المنام نبرة. لا زالت رحلتنا طويلة فنحن الآن في طريقنا إلى دشرة الكاف التي سمعنا عنها كثيرا. الفريق كان متشوقا للتعرف على هذه القرية. عطاك مول المكان وداك وطلعك سلطنا وزرا وعطاك مول المكان وداك وطلعك سلطنا ووزرا ومرة نبكي على بلادي ومرة نبكي على الغربة ومرة نبكي على الجوامع لا طالب لا إمام يقرأ ومرة نبكي على بلادي جيتك قاصد أجيني في المنام نبرة
سيدي بو مدين جيتك قاصد اجيني في المنام نبرا سيدي بو مدين جيتك قاصد بور لانستون يعني في الوقت الحاضر هي مهجوره تهجرت يعني في العشريه السوداء ما بقى حتى واحد هنايا ولكن يجيوها السواح يجيوها السواح ويجيوها موالين البلاد ولا كاين اللي مازال عندها الدار تاع هنايا مطلي فيها وهذه بلحها وهذه يجي يفوت فيها الويكاند هنا ولا يفوت فيها حتى لي فاكونس تاعو السلطات المحليه يعني طلبت وجاو شحال من واحد هنايا يعني زياره قالوا ودي بلي بلاصه سياحيه ويخصها الضو ويخصها الطريق يعني هذا من ما فيها يعني ما فيها يعني تبارك الله يعني من الجبل يخرج. كاين اللي قال لك كاين الابنيه اللي يعود تاريخها الى ما قبل 1900 وكاين اللي داروا لها الترميم. تقول الى قبل يعني 1900 انا نقول لك ما قبل التاريخ. يعني هذه لخاطر ما احنا يحكيو لنا جدودنا يعني ما كانش اللي يعرفها قبل ما يكون هذا البنيان كانوا مغارات كانوا ساكنين هنا. انا يعني نعطيك دليل كما قلت لك قبيله يعني الدليل القاطع هو يعني عندهم مقبره فيها 14 هكتار وما فوق يعني باللي كان بناد كان يعني السكان هنا يعني السكان القدام قدام بالبزاف كاع ما نعقلوا لهمش حنا. ابو عبد القادر رئيس الجمعيه الثقافيه رسائل الكاف وابن المنطقه وابن القريه. منطقه الكاف هي منطقه تاريخيه ومنطقه سياحيه واثريه. لحد الان ما عندهاش تاريخ محدد. التاريخ قديم حيث تبدل التاريخ نتاعها حتى من الانسان القديم والانسان البدائي لانه يوجد بها كهوف تاع الانسان القديم. بعد جدودنا بناو هنايا. بطبيعة الحال منطقة الكاف بعد ما أصبحت منطقة سياحية معروفة تقريبا عبر التراب الوطني يتوافدوا عليها مجموعة من السياح سواء من داخل الولاية أو حتى من خارج الولاية سواء من ولاية المجاورة أو عبر كل ربع الوطن وحتى كانوا توافدوا معنا مجموعة من السياح حتى من خارج الوطن. طيبة سكانها جعلتنا نتناغم معهم بسهولة فإكرام الضيف عادة وتقليد راسخ فيهم فلا يمكن لعابر سبيل أن يمر دون تذوق الأطعمة الشهية فزبدة البقر والعسل الحر وإبريق الشاي الساخن يكون في كل وقت جاهز. كانت المسالك وعرة من أجل الوصول إلى البحيرة لكن جمالها أنسان تعب الطريق. لم نفرح كثيرا حتى تذكرنا الجبل الذي سنتسلقه من أجل الالتقاء بالحافلة التي كانت تنتظرنا في الجهة المقابلة للذهاب إلى مكان سياحي جديد نكتشفه معا.
وصلنا إلى الدشرة الأثرية، تجولنا فيها وشاهدنا المنظر الجميل، سد بن بحدل الذي يعتبر من أكبر السدود في الجهة الغربية للبلاد. يتواجد بها منازل منحوتة في الجبال على شكل كهوف قد سكنوها قديما، كما يتواجد بها معصرة زيتون تقليدية قديمة تقع أسفل القرية. طلب منا المرشد أن نجتمع للذهاب إلى مكان سياحي آخر يعتبر هو أيضا ملاذ العائلات للهروب من صخب المدينة. مرحبا بكم في منطقة القعدة الواقعة ببلدية بني بحدل دائرة بني سنوس. كما تلاحظوا هذه المنطقة ثرية بالشجرة التي نحن بصددها الاحتفال بها، هي شجرة الزيتون. كما تعلمون احنا اليوم مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية تلمسان تحتفل على غرار مدن العالم والجزائر باليوم العالمي للسياحة، واللي راه نقولوا لو تام تاع هذه السنة وهو السياحة والتنمية الريفية. كما تعلمون الريف يعتبر مادة خصبة ومادة جد زاخرة بثرواتها اللي يمكن استغلالها في ترويج للسياحة الداخلية. ما تخفاش عليكم بلي مدينة تلمسان تتميز ب كما نقولوا احنا عدة خصائص طبيعية على غرار الشواطئ تاعها، إضافة إلى المميزات التاريخية بثرائها التاريخي الزياني والمرابطي والعثماني. الآن عندنا احنا حبينا نكون عندنا نوفو كونسيبت، منتوج جديد يتمثل في السياحة الريفية. عباس ياسين مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية تلمسان. إذن اليوم نحيي اليوم العالمي للسياحة، هذا اليوم اللي تم اختياره هذه السنة من السياحة والتنمية الريفية من طرف المنظمة العالمية. كنا يعني كنت معنا في هذه الخرجة الميدانية في هذا البرنامج المسطر من طرف وزارة السياحة بالتنسيق مع الديوان الوطني للسياحة. كانت عندنا خرجة لاستكشافية لطريق الزيتون، مشروع طريق الزيتون هذا اللي يدخل في إطار تنمية المناطق الريفية والنهوض بالقطاع الصناعة التقليدية كذلك في هذه المنطقة. رانا متواجدين حاليا في منطقة القعدة، موقع سياحي بامتياز في بلدية بني بهدل. كذلك كنا شفنا في قبل يعني منطقة الكاف في بلدية سيدي مجاهد، ورايحين نفوتوا لبلدية بني سنوس وين رايحين نشوفوا يعني مشروع إنشاء منزل، أكيد إقامة لدى الساكن، هو دار تقليدية يتم إعدادها لاستقبال السواح. نعم، دائرة بني سنوس يعني مشتهرة بمزارعها بحقولها بمواقعها الطبيعية الجذابة. رايحين تكون عندنا يعني جولة طبيعية في هذه المواقع السياحية.
كذلك يعني احنا عندنا سطرنا دخلناها في طريق زيتون. طريق زيتون هذا اللي يعني طوله تقريبا 163 كيلومتر. الوقت يعني ما قدناش احنا باش نقدروا ندوروا يعني جميع المواقع السياحيه اللي يمتاز بهم هذا المشروع، اللي ان شاء الله يعني في المستقبل العاجل ان شاء الله راح يكون بادره خير على مستوى هذه المناطق الريفيه للتعريف بالعادات والتقاليد المنطقة الريفية، كذلك النهوض ومشاركة المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية السياحية في هذه المنطقة. شكرا. كانت الساعة تشير إلى الرابعة زوالا لما انتقلت بنا حافلة البلدية إلى المكان الذي تتواجد فيه حافلتنا. أخذتنا نحو قرية بن عشير في بلدية بن سنوس غير بعيدة عن المكان الذي كنا فيه، فكانت المفاجأة بانتظارنا. استقبلتنا ابتسامة خالتي يمنى التي أبدعت أناملها بأطباق لذيذة وشهية، كانت تنتظر بشوق منذ الصباح الباكر، فكلماتها لم تكن كافية للتعبير لنا عن مدى فرحتها. إنه أشرف، هذا الإنسان المتواضع الذي درس في الخارج ليعود بعدها إلى أرض الوطن من أجل إقامة مشروعه الخاص لإنعاش السياحة الداخلية في قريته التي تعج بالسياح، ليقوم بتحويل مسكنه إلى فندق تقليدي. الهدف تاعنا من هذا المشروع، الهدف الأول يعني بحكم أنه المنطقة منطقة نائية وما فيهاش يعني شغل، فتح فرص عمل. والحاجة الثانية أنه نعطوا ثقافة المنطقة للسائح لما يجي. ثقافة المنطقة مثلا يعني ثقافة الأكل، يعني حيكون الأكل 100% تقليدي. مثلا البيت مصنوع على الطريقة التقليدية، مصنوع بالتراب، الحجرة والتراب ولاشو، يعني طريقة على الطريقة التقليدية. لما يجوا الناس هنايا يعني راح يعيش جو البادية، راح يكون عليه بعض الأمور يعني تاع عصرنا، يعني للضرورة مثلا يعني لازم يكون كيما الويفي، كيما مثلا التفا، كيما الدوش، كيما بكري هالصوالح ما كانوش كاينين، راح يكون عليه يعني ضروريات اللي ما نقدروش نتخلوا عليه. بني سنوس يعني معروفة أنها منطقة سياحية، والناس يجوها لهنايا، يعني يجوا، ولكن المشكل أنه ما كانش المشكل الأساسي أنه الناس تجي في نهارها وتروح. يعني أغلب السياح اللي كاينين من المناطق القريبة، يعني من ولاية لمسان، ولاية وهران، يعني واحد يجيب واحد هكذا، مي وين يباتوا وين يقعدوا ما كانش، صوف هذوك اللي يجوا يديروا دي بيفواك ولا في الغابة، اللي يجوا من البعيد، لأنه كاين مشكل أزمة فنادق، أزمة ما كانش ناس وين تقعد. والسياح هنايا يعني على مدى العام كاين، على مدى العام موجودين. لا بصحتكم بنتي، والله كنت نستنى فيكم على أحر من الجمر بيتا نشوف، ما رقدتش حقيقه، وهذا كلشي صنعناهم غير الصباح، غير في الصباح باش ما ناكل كل حاجه بيتا. درتكم الله يلا. ايوا بصحتكم ومرحبا بكم في بني سنوس. واش نقول لك هديه؟ عارفين على الحاجه يمينة، عارفين على روحي. الحاجه يمينة رئيس جمعيه ترقيه المراه الريفيه، وعضو في المجلس البلدي، رئيس اللجنه شبيبه والرياضه والتضامن. هذه هي درت جمعيه وجمعيه البنات شابات، وعلمنا صناعه وحيينا العادات والتقاليد اللي كانت كما الحصيره التربيه، الطبق تاع الحلفه. سما المراه كان تقريبا ما عندهاش دخل، وهي والانتاج والمنتوج كيتمن، البيع ما كانش كيتبيع. نقول لهم غير خدموا، انا نبيع لكم، كي ندير نجيب المنتوج تاعهم كي يخدموا نجيبها انا كي ندير اسابيع ثقافيه نخرج بين الولايات، اي ندي المنتوج تاعهم ونبيع لهم ونجيب لهم درهمهم. ثم بدي نقولوا درت لهم القلب الكوراج اللي تفتل الطعام، نقول لهم ديروا الطعام بيعوا، ديروا بركوكس وبيعوا، ديروا مسمن وبيعوا، ديروا خبز وبيعوا، ديروا الطبيقات وبيعوا. بدات الناس تخدم. كاليوم عاد النهار الاول كانت تقول كان نخدم طبيقه ونقعد في داري، شكون يديها ليا؟ ولا غير خدميها وجيبيها لي، انا نديها، انا نتصرف، نجيب لهم دام. اليوم الناس حتخدم،
وعاوتاني في الفلاحه في الفلاحه وما يديروا كل شيء كل سما مازالوا محافظين على العادات التقاليد تاعهم، يطيبوا الخبز الفرينه كما الخبز كليتها فرينه، درنا الطعام على الجمر، درنا دلاتاي على الجمر، كل شيء وكل شيء اللي كليتيه سي بيو، ميم بركوكت اللي كليتوه بيو، ما فيش فلفل احمر، بليتو ما فيش زعفران، ما فيش طماطش قوطيل، في كل شيء طماطش كل شيء طبيعي، كليله فيها الخليع فيها الفوليا بس على المنطقه، زعما هي حنا كاع كيما سي مدام ندير بالكوكس. تنبئنا لحظات الغروب بأن النهايات أكثر حرارة من البدايات بعد أن احلولكت ظلمة الليل. ونحن في طريقنا إلى إحدى قرى بلدية غرابة قرية شعيب أين يقع منزل الآنسة شريفة وأخواتها. هذا المنزل العائلي المعروف عنه بالجود والكرم منذ القدم. الآنسة بخري الشريفة بلدية عين غرابة حاملة مشروع منزل ريفي سياحي في قرية شعيب بلدية عين غرابة ولاية تلمسان. من وقتاش بدأ هذا المشروع؟ وقتاش بدأ هذا المشروع؟ من 2019. كيفاش جاتكم الفكرة باش تخدموا هذا المشروع؟ باش جاتني الفكرة احنا كنا ساكنين هنا في هذه القرية، فقعدت الطفولة تاعي الصغر تاعي زدنا هنا في هذه المنطقة كبرنا وترعنا فيها. في سنة 1998 توفى الوالد تاعي تورر المرحوم، هكذا خطرة على خطرة هكذا نقرا كي نجي نخدم معاها الأرض هكذا نخدم فلاحة هكذا. من بعدها في 2012 توفيت الوالدة تاعي، قعدت هنايا مع ديفوا مع خواتاتي مع خوتي هكذا ديفوا روحي نخدم هكذا، كتجيني أفكار كيش ندير هذيك نحول هذيك المنتوجات تاعي مام هكذا. حنا كنا نخدموا كل شيء منتجات طبيعيه، تجيني هكذا فكره. المام المرحوم تاعي كان هو الروح كيستقبل الضياف، كانت المنزل تاعنا كان معروف بالضياف. بقيت نقول علاش انا هذه الفكره، علاش ما نطورش هذيك الفكره تاع المرحوم تاعي نعاود نجددها تولي دارنا تاع الضياف. جاتني هكذا فكره هكذا، اتصلت بيا الاخت سنوسي ناصرة الله يذكرها بخير، من هكذا دارت معايا انترفيو قالت لي شريفة لو كان هكذا نقترح عليك فكرة هاد المنتج تاعك ما تروحش باطل، نديرو هكذا منزل ريفي سياحي تستقبلي فيه الزوار تستقبلي فيه السياح تشجعيهم على العمل في الريف، تشجعي كاع اللي راح لهم الدوار يعاودوا يوليو للدوار. قلت والله جاتني فكرة مليحة هكذا وليت قلت هكذا درت هذا المشروع ساعدوني فيه. من بعدها قد نخدم روحي انا والعائله انا وخواتاتي هكذا يساعدوني خطره على خطره هكذا باش وصلنا لهذه المرحله. فيك لحمام الإيمان
قصدنا أجمل وجهة سياحية في ولاية تلمسان، فكانت مسك الختام قصر المشور الذي يعتبر من أهم المعالم الأثرية التي تقف اليوم شاهدة على عراقة تلمسان. هذه القلعة الضخمة التي أسسها المرابطون جدرانها تختزل إبداع الهندسة العربية الإسلامية. ونحن نتمشى في القصر السلطاني الجميل التي تتزين بالزليج الملون، تتخللها أحواض من الزهور ونافورات المياه. استمتعنا بحكايات السيدة نعيمة التي لم تبخل علينا بمعلومات ثرية حول القصر. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قصر المشور. أنا ملحقة ترميم بشير نعيمة في المركز التفسيري لللباس التقليدي المتواجد في قلعة المشور بتلمسان. قلعة المشور المتواجدون نحن فيها الآن هي عبارة عن قصر يعود للفترة الزيانية، الفترة الزيانية ومؤسس الدولة الزيانية يغمراسن ابن زيان. هذا الدولة الزيانية كانت في الفترة يعني أو في القرن الثاني عشر أسسوا مجموعة من القصور من بينهم قلعة المشور. قلعة المشور تضم مجموعة من القصور، أيضا المسجد والحديقة. المكان الذي نحن متواجدين فيه وعبارة عن 4 أروقة وعدة غرف، هو عبارة عن قصر من القصور الأربعة المتواجدة كما قلنا في قلعة المشور. كانت في الفترة الزيانية وكان للفترة الزيانية شعار، من الشعار الذي تميزت به هذه الفترة هو المتواجد هنا في هذا الشريط الذي صاغته بالملك القائم للعز القائم لله، هذا شعار الزيانيين. هذا القصر أو هذه القلعة ضمت مجموع من الزخارف كما تلاحظون، ومجموع من الألوان. الألوان هي الأسود، الأزرق، الأصفر، الأخضر، كلها لها سيميائية أو لها رمزية. مثلا اللون الأسود يمثل الشدة، اللون الأزرق هو السماء، هو البحر، هو الحرية. اللون الأخضر هو اللون الخضرة، لون الأمان، الإطمئنان. أيضا يقول لك في تلمسان مثل شعبي، تلمسان ماها وهواها وتحويفة تنساها. الماء هو لسوخس ناتيغال طبعا، الآبار، البحيرات، وهي منطقة لها مياه يعني طبيعية، وهي منطقة مزدهرة بالمياه. أيضا هواها وهو لبلونت يعني النبات، اللون الأخضر الذي تكلمنا عنه. التحويفة سيتان نوتخو موند، التحويفة وهو غناء المرأة التلمسانية، صون لا ميوزيك صديق لا فوا تاع المرأة التلمسانية. كانت المرأة التلمسانية كان عندهم الحشمة، كان عندهم الحرمة، يعني الصوت تاع المرأة ما ينسمعش، وكانت المرأة تغني في المحضر تاع النساء تحوف، وكانت كاين مجموعة من القصائد من الحوفي. تفضلوا معنا نزوروا مجموعة من الغرف المتواجدة في هذا القصر. الجناح الرئيسي أو الغرفة الرئيسية للقصر، هذه الغرفة كان يستقبل فيها الملك أو السلطان الزياني الوفود من الوزراء والأعيان من الدول الأخرى، وكانت هنا يستقبل الضيوف، وكانت الجناح الآخر هو الجناح الذي يستدعى فيه الضيف، لأنه كان يوجد مكان للاستدعاء ومكان للقاء. بغض النظر عن هذه الفترة، سوف نعود إلى الفترة الحالية، والأساس أو الأصل من تأسيس هذا المركز وهو المركز التفسيري لللباس التقليدي الجزائري. من منطلق هذا المركز جاء من فكرة تأسيسه على أساس الشدة التلمسانية الجزائرية، حيث أن الشدة التلمسانية الجزائرية صنفت في اليونسكو في 2012 كمورود ثقافي لا مادي عالمي.
هذه الشدة التلمسانية تلبسها العروس يوم زفافها، يعني يوم خروجها من بيت أهلها إلى بيت العروس. هذه الشدة مصنفة إلى أو مقسمة إلى اثنين، شدة تلبسها العروس التلمسانية وشدة تلبسها العروس التلمسانية التي ديجا أو من قبل تزوجت. يعني الشدة العروس الأصلية تلتبس بدون المحزمة وبدون الفوطة، أما المرأة المتزوجة فتلبس الفوطة والمحزمة على أساس أنها دخلت العش الزوجي. غرناطية جميلة انتهت حكايتنا في أرض الأندلس الصغرى التي ألهمت كل من زارها وأغرم بها كل من تعرف إليها. لحقنا الختام الجولة السياحية اللي ينظمها الديوان الوطني للسياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة مع الوفد الإعلامي من أسوار القلعة الزيانية. نودعوكم مباشرة متوجهين إلى الجزائر العاصمة. سلام. قلعت المشوار واليوم قلعت مشوار بزاف ودروك رانا رايحين نفطروا بعد دخل الجزائر ان شاء الله.